الله الرحمن الرحيم. يهمني أن أوضح للشعب التونسي عن طريق الإعلاميين والإعلاميات الحاضرين في هذه الندوة وعشية الانتخابات الرئاسية وإثر الندوة الصحفية لحركة النهضة التي وقع تأويدها وإثر الاجتماع العاجل للشيخ راشد غنوشي رئيس حركة النهضة البارحة وبتنسيق تواصل صباح اليوم مع الناطق الرسمي لحركة النهضة السيد زياد العذاري. يهمني توضيح ما يلي: فهم التصريح على أنه اعتراض من حركة النهضة على التصويت لفائدته من طرف القواعد هو تأويل خاطئ، وتم تأكيده لي من طرف الشيخ راشد الغنوشي الذي تمنى لي التوفيق في الانتخابات الرئاسية. ثانيا، أنا نائب مستقل ومنتمي لكتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب، ونتائج الانتخابات الرئاسية لا تؤثر على أي حال على التزاماتي مع حركة النهضة. ثالثا، لا وجود لأي اختلاف في الرؤى بيني وبين حركة النهضة حول الانتخاب الرئاسة. قرار مجلس الشورى واضح، حيث تترك الحركة الحرية لأبنائها وأنصارها باختيار لمن يراه الأخضر على حماية المسار الديمقراطي وأهداف الثورة. وفهمي الخاص أنني الأقرب إلى حركة النهضة من بين المترشحين، وأنني من تتوفر فيه هذه الشروط. والواضح في نهاية الحملة أنني ومرشح آخر نستجيب للشروط المذكورة في قرار مجلس الشورى، ولكن لي معطيات تؤكد أنني الأكثر قربا والأقدر على تحقيق تطلعات الشعب التونسي بصفة عامة وقواعد حركة النهضة بشكل خاص. أنا بالنسبة لي، أنا لما تقدمت لرئاسة الجمهورية هي مسؤولية، وهذا منصب مهم كثير، ومن غير ما أقول أن الواحد يتقدم منصب هذا بأيدي مرتعشة. أنا قدمت نعرف شنو إيش معناه الواحد ترشح للانتخابات الرئاسية، قمت بحملة بمهنية وحملة مدروسة حتى محضر روحي إذا إن شاء الله الواحد نجح في الانتخابات الرئاسية شو ما المسؤوليات نتاعو، ماذا سيفعل في 90 يوم، وكيف سيقوم بتركيز الفريق الرئاسي. هذا كله قمت به، ولذلك مانيش من الأشخاص اللي تأثروا بالضغوطات واللي وخروا بالتالي إرادة الشعب قبل كل شيء. وأنا حظوظي وافرة، والمعنى التسريبات يقولوا ثم أربع مرشحين، هذا معنى تدخل في المسار الانتخابي. أنا أقول لك ونأكد لك المشوق ومفاجآت في النتائج الانتخابية الرئاسية. وقت نقول عندي كما قلوها إشارات لما كنت في اتصال مباشر مع القواعد اللي هم مش ينتخبوني، هذه معناها أمور معناها مدروسة. موقف حركة النهضة واضح، هي تعطي الحرية للقواعد نتاعها اللي تنتخب. أنا في اتصالاتي مع القواعد حسيت وتأكدت اللي إن شاء الله مش يكون عندي الدعم من القواعد. أنا أؤكد اللي عندي الدعم اللازم من قواعد حركة النهضة الانتخابي في لمنصب رئيس الجمهورية، كما قلت لك لأني أقرب للحركة ومن جهة أخرى لأني معناها ممثل وأن أجيب لتطلعات كل التونسيين وكذلك أنصار حركة النهضة. الثورة الوحيدة اللي قام بمشروع كبير هو محمد الفريقة، وقام به باش يظهر للمستثمرين الأجانب معناها اللي البلاد نجموا نستثمروا فيها. قمت المشروع هذا بوازع وطني، ولكن للأسف من حيث بديت المشروع نتاعي تعرضت للعديد من التعطيلات اللي متصورة حتى حد منكم على بالكم بها. ولكن معناها كما قلوها اثبت موقفي باش نكمل في المشروع نتاعي. العباد الكل يعرفوا اللي ميدان الطيران هو ميدان صعب في العالم، والعديد من الشركات العالميه معناها حتى الدوليه تعرض لصعوبات. من الاول قلت لشركه الطيران في مده 3 سنوات الاولى تكون في وضع مالي صعب، هذا كل قلته. وقلت كذلك احنا في ثوره، وتعرفوا معنى المشاريع، حتى المشاريع المركزه في وقت الثوره معناها تاثر، يعني كذا مشروع جديد. ولهذا انا اقول من فضل العباد باش يخلونا نكملوا في المشروع نتاعنا. هذا مشروع الطيران يمثل رمز هو للثوره التونسيه، اول مشروع صار بعد الثوره التونسيه، اول مشروع اللي خديت فيه معناها الشجاعه كامله وقدمت، يظهر لي على الاقل معناها تقفوا معايا في الامور هذيا، ما نحاولوش نأولوا ونكبروا الامور. واللي فات اللي خرج خبر نهارين وثلاثة ايام قبل الانتخابات الرئاسيه يظهر لي فيه معناها تأويلات واغراض سياسيه. في الأخير أتوجه برسالة للشعب التونسي
لتحمل مسؤوليته في اختيار رئيس قادر على القيام بأعباء الرئاسة بمدة 5 سنوات، ورئيس يعطي صورة ممتازة لتونس وثورتها، ورئيس قادر على تحقيق النهضة الاقتصادية للبلاد. وما زال لي تواصل مباشر معهم لحثهم على حسم قرارهم وانتخابي وعدم التصويت إلى من سيعود بتونس إلى الوراء، ولمن أثبتوا فشلهم وأساءوا للوطن.